وعقد عليها بعد العمل، لكن كان رأيها قبل العمل. إن كان تتخللها فترة لا تؤثر فيها يصح، وإن تخللتها فترة وهكذا. كل الحاجات دي تجني في الملكة الذكرية. إزاي تفكر في الصور المختلفة؟ على إنك أنت الأول تعرف القواعد إيه والأصول إيه، بعد كده لما يجي لك أي مسألة تلاقي نفسك تعرف تحلها. واضح؟ ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. بعدين دخل بعد كده في شروط المبيع ده، الحاجه اللي تباع وتشترى ايه هي شروطها؟ ان تكون طاهر منتفع به. وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء في قوله مفهومها اللي هو مفهوم المخالف. قال لك طاهر يبقى ولا يصح بيع النجسه. طالما الطاهر ما يصحش بيع ايه؟ النجسه. عين نجسه ولا متنجس، ولا عين طاهرة تنجس كخمر ودهن متنجس. الخمر مثال للعين النجسة، والدهن المتنجس مثال للمتنجس. واضح؟ فهو عمل عن النظام اللف والنشر المرتب. اللف والنشر المرتب يعني يسقط حاجتين جنب بعض، وبعدين يجيب بعد كده صفة كل حاجة تعود إليها معطوفة على الثانية بالترتيب ذكره. زي ايه في القران؟ زي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت، السر يتكلم عن اسودت مع ان هي جايه نمره اثنين، يبقى يسموه لف ونشر غير مرتب. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله. مع ان هو ابتدى الاول ببيض لشرفه، السبب اللي بيبيض وجوههم الاول لانها ليها شرف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاما الذين اسودت بالتحذير، لان الايه هي يغلب عليها التحذير والتخويف، فيناسبها ان يغير الترتيب. فدل على ان النفخ والنشر المرتب وغير المرتب ايه دليل، ولكن البلاغه تظهر امتى ارتبه وامتى ما ارتبوش، على حسب بقى المحفوظ القائل. واخد بالك اللي هو يرد من خلال هذا الترتيب او عدمه معا. طب جالنا اللف والنشر المرتب في القران برضه، جالنا مرتب في القران في القصر. فمثلا ايه؟ لا فان منهم شقي وسعيد من كثر الشقي. فاما الذين شقوا فاما الذين شقوا فده مرتب. وزي برضه ايه؟ هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اللي هو الليل، ولتبلغوا من فضله اللي هو النهار. كده برضه في الخطر. يبقى جاب لف ونشر مرتب. يبقى جاء في القران لف والنشر المرتب، وجاء اللف والنشر غير المرتب. هنا جابها لف ونشر مرتب. قال ايه؟ ولا يصح بيع عين نجسه ولا متنجسه كخمر ودهن. الخمر يعود على النجسه المذكوره اولا، والدهن يعود على المتنجس المذكور ثانيا. يبقى لف ونشر ايه؟ مرتب. او ونحوه مما لا يمكن تطهيره، ولا بيع ما لا منفعه فيه، حاجه ما لهاش منفعه. بيدي مثال كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. كان العقرب مثلا ما لهاش منفعه في زمانهم، الوقت بيستخرجوا منها الامطار، يبقى ممكن بيعها الوقت لان ظهر ليها منفعه. لكن ايام الشيخ البيجوري كان يضربها الناس اللي ما لهاش منفعه. يبقى اذا ظهر منفعه يصح بيعه، لم يظهر لها منفعه يبقى لا يصح بيعه. يبقى يجوز بيع مثلا ايه؟ العقرب لمراكز البحوث والامطار الوقت يجوز بيعها، على مذهب الشافعيه برضه وعلى مذهب الشافعيه برضه. ليه؟ لان صارت لها منفعه عندهم. واضح؟ لكن الوقت لا يصح، ما زال لا يصح بيع السراطيف ولا الزجاج مثلا لانه ما لوش منفعه. واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش ابيعه. طب افرض واحد عايز يجيبه لاي سبب من الاسباب، يعني دلوقتي ايه بيحتاجوا بعض الحته ان هو يربي اجناس معينه علشان يجري الدراسات، مش هينبني عليها منفعه للدراسه بس. زي ما يسموها رفع اقتصاد. يبقى يسموها ياخد مقابل رفع اقتصاد. هنحاول نخلص هنا عشان نقف على فصل في الربا، نبتدي فيه المره الجايه ان شاء الله. فيقول هنا الحاشيه في حاشية الشيخ البيجوري قوله والثاني من الأشياء، لو قال وثانيها لكان أنسب بقوله أحدها. هو في الأول قال أحدها، الثاني قال والثاني، كان حقه طالما قال أحدها يقول وثانيها.
كويس. قوله بيع شيء اي عين، شيء هنا يعني عين، يعني شيء متعين، يعني نراه بالعين، يعني حاضر له جرم اي عين. وكانه عبر هنا يعني احنا ما نبيعش الهوى كده برضه، يقول لك المصريين باعوا الهوى ودهنوا الهوى دوفي، يعني دليل انهم نصابين، يعني ما ينفعش ده بيوع لا تصح، يقول لك كده ويبيع الميه بحيث حرف السقايين او بتدوس، يبيع الماء لانه حي يحوق طالما حائده والماء مرتفع وطارد يبقى يجوز بيعه، ما يجوز حاجه، بس مش هيلاقي زباين في حرف السقايين، هي دي الفكره دلوقتي، مش هيلاقي زبون، لكن ايه لازم يبقى ايه حاجه تبقى متعينه، يعني كان عبر هنا كأنه عبر هنا بشيء وفيما سبق وفيما سياتي بعين للتفنن، يبقى مره يقول لك بيع عين فتقول بيع شيء، ما هو معنى واحد بس مره يقول لك شيء ومره عين عشان يتفنن في العباره، عشان يزيل في الملل، يعني عشان ما يتكررش الالفاظ كثيره، لان الانسان ذهنه واذنه تمل لما يسمع اللفظ متكرر فيه. وقوله موصوف اي بما، بما يبين قدره وجنسه وصفته، يبقى بالصفة أنا يقول لك موصوف ده يعني ايه؟ يعني يبين قدره، اذا كان بالاطوال يقول طوله كذا، اذا كان بالاوزان يقول وزنه كذا، اذا كان بالاعداد يقول عدده كذا، يبقى القدر علشان نعرف منه الوزن او الطول او العدد وجنسه. طيب العدد ده جنسه ايه؟ ألم جاف ولا ألم حبر؟ ولا عود قصر؟ ولا ايه؟ نعرف جنسه. وصفته من أي نوع؟ حبر من أي نوع؟ حبر أسود؟ بركر ولا مش بركر؟ ولا ايه بالظبط؟ وهكذا. قماش، قماش ده هيبقى لونه ايه؟ وهيبقى صناعته ايه؟ وهيبقى خامته ايه؟ علشان نعرف كل حاجة. خدت بالك؟ يبقى لازم يبقى حاجة موصوفة تزيل الجهالة من جميع الجهات. تزيل الجهالة من جميع الجهات، ما يبقاش عنده ثغرة يجيب لي حاجة غير اللي أنا أعطيتها. واضح؟ وصورة ذلك أن يقول بعتك ثوبا قدره كذا، وجنسه كذا، وصفته كذا. واضح؟ ولو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده فإنه لا يضر، لأنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة. يعني افرض إن الثوب ده موجود عنه، هو قاعد يقول له الأوصاف، ما يضرش، لأنه العبرة بالأوصاف، فأنا هتبينها لما أستلم. واضح؟ بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا، الثوب كده هو عام كده، فإنه لا يصح لو كان عنده الثوب ده، كأنه الثوب هنا بيقول أي ثوب يعني، وهو عنده لأنه بيوهمه فيها إيهام. إنما يقول له بعتك ثوبا صفته كذا وكذا وكذا، غير ما يقول بعتك الثوب المعين اللي هو عنده وأنا لم أره، يبقى هنا فيها نوع إيهام. واخد بالك؟ هو عايز ينفي أي نوع إيهام. فإن استشعرت في هذه الصيغة إيهام يبقى لا تصح، وإن لم تستشعر فيها إيهام تصح. واضح؟ ما لو قال بخلاف ما لو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا فانه لا يصح، لان المعين لا يلتزم بالذمه فهو من قبيل بيع الغائب. قوله في الذمه متعلق ببيع، فان البيع في الذمه مش الصفه اللي في الذمه، البيع اللي في الذمه، لان الصفه عرض والمبيع شيء جسم يعني، فيبقى الصفة دي عرض تعرض على الشيء، والبيع يكون على شيء مش على عرض مش على صفة. فهمتني؟ فما يقول لك موصوف في الذمة، البيع اللي موصوف مش الصفة اللي في الذمة. افهم كلام الشيخ. فهم؟ قوله في الذمة متعلق ببيع، فإن البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزما فيها أو متعلق بمحذوف صفة لشيء، صفة لشيء، والتقدير ملتزم في الذمة، ولا معنى لتعلقه بموصوف، ملوش معنى لتعلقه بموصوف، لأن الموصوف عرض، والعقد ليس على عرض بل العقد على شيء. واضح؟ عارف يعني ايه العرض؟
العرض هو ما يقوم بالشيء، يعني يحتاج الشيء عشان يقوم فيه، اللي هو زي اللون وزي الكمية وزي الطول وزي النسبة اللي يمين او اليمين او الشمال او هناك او هنا، كل دي اعراض تعرض على الشيء. لغة والذمة لغة العهد، والذمة لغة معناها اللغة اللغوي ايه؟ المولد الذمة باللغة معناها العهد والامان، وشرعا معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات كويس؟ بالذات اللي هو ذات ايه؟ صاحب الذمة بالإنسان يعني، قابل للإلزام وللالتزام، الإلزام من قبل الشرع والالتزام من قبل المكلف، يعني الشرع يلزمه وهو يلتزم، واضح؟ يبقى هو معنى قائم بالذات قادر للإلزام وللالتزام، أي للإلزام من جهة الشارع فيلزمك الشارع إنك أنت توفي، وللالتزام من جهة المكلف وأنت تلتزم تكليفا إنك أنت توفي. وهذا يقتضي أن الميت له ذمة لأنه ملزوم بالدين وملتزم له. طب الميت له ذمة فيما مضى قبل موته لا فيما استقبل، واضح؟ يعني الميت ذمته معتبرة في تصرفاته قبل الوفاة، فإن مات وعليه دين التزم الورثة يلزم المال الميت لأن ما زالت، لكن ملوش ذمة فيما يستقبل لأنه أصلا مات خلاص، واضح؟ وهذا يقتضي أن الميت له ذمة لأنه ملزوم بالدين وملتزم له، لكن بالنسبة للماضي فلا ينافي قولهم ذمة الميت خالدا لأنه بالنسبة للمستقبلات. يعني لما تيجي تقرا كتاب المواريث يقول لك ذمة الميت خالدا، ما يقصدش بقى خالدا في الماضي، خالدا في المستقبل، واضح؟ قول ويسمى هذا بالسلم، هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم ولو بلفظ البيع، وهو ضعيف زي ما قلت لك لان ده نظر للالفاظ، الالفاظ نظر للمعاني، نظر للمعاني مش للمقاصد. والمعتمد انه لا يكون سلما الا اذا كان بلفظ السلم او السلف، وعشان كده الراجع عند الشافعيه الاعتبار في العقد باللفظ والمعنى الاثنين، لازم اراعي الاثنين، لازم اراعي اللفظ والمعنى، ده الراجع. لا تحل في وصيته، أو طب حاجة تتعمل بعد وفاته والوصية دي كانت لوارث، وهي لو وصية لوارث عندنا مثلا عند أهل السنة، أو أوصى أكثر من الثلث في ماله فلا توفي، واضح؟ يعني أوصى مثلا بما بأكثر من الثلث، ما احنا خدنا برضه وصية في البخاري، وقلنا أو أوصى أو مثلا إيه طلق زوجته في مرض الوفاة لا تنفذ تصرفه، ليه؟ لأنه فيه شميمة الإدراك، واضح؟ يعني في حدود معينة. وعشان كده قال إيه؟ والمعتمد أنه لا يكون سلما إلا إذا كان بلفظ السلم أو السلم على الوجه الراجح الذي يراعي اللفظ والمعنى. كويس، ده الراجح عند الشافعي، انما الراجح الاولاني بيراعي اللفظ المعنى بس، ما بيراعيش اللفظ، عشان كده ضعيف، واضح؟ واما اذا كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم، لانه العبره باللفظ هنا، فلا تجري فيه احكام السلم من اشتراك قبض راس المال في المجلس، وعدم صحه الحواله به وعليه ونحو ذلك، اصل هينبني عليه ان في حاجات تاخذ السلم تصح، واخد بالك؟ ولكن لا تصح بعقود البيع، واضح؟ فعشان كده لو قلنا سلم همشي مع السلم واصحح بعض العقود فيه، ولو قلنا بيع همشي مع البيع وايه واصحح بعض التصرفات. هذه الحكايه، عشان كده تلاقي ان الفقهاء يختلفوا هم في تفصيل الشيء عادي، الفروع عادي. يعني ممكن تروح لشيخ تساله على بيع موصوف بالذمه وتقول له ان انا ينفع اعمل له حواله، يقول لك لا، تقول له ما هو ده السلم، يقول لك لا ده بيع يا ابني. السلام ممكن اعمله حوالي، تقول الشيخ الثاني يقول لك لا انا هاتيك ان ده سلام، يجوز بيه حوالي،
يقوم اللي مش فاهم الدراسات دي وازاي الفقهاء بيفكروا، ولا شوف الدين متضارب يا عم، دول بيلعبوا على هواهم زي ما بيقولوا الصحفيين الوقت، لان ما درسوش هذه الدراسه المنهجيه اللي بيبين لك كيف يصاب عقل الفقيه، وكيف ينظر للالفاظ، وكيف ينظر للمعاني، وكيف يصيغ من بين الالفاظ والمعاني المقاصد ومراعاه هذا كله، ويوظف هذا في الحياه. ووجهات نظر الفقهاء تتفاوت تفاوت كبير، وكلما تفاوتت كلما تغيرت الفتاوى، وكلما تغيرت الفتاوى كان سعة على الناس ورحمه، ما كانش تضييق وما كانش سبب للخلاف، بل سبب لتنافس العلماء في انه ازاي يفصل المساله وازاي يقفها على الموجود، فتتفاوت الناس في العلوم. واضح؟ بالنسبه للبيع شيء موقوف يعني. ايوه. فلا يقول اي بما يبين قدره ودين في الوثيقه له. لابد ان يوجد مثل يعني هذا الشيء. لو مثلا اريد ان اشتري ثوب وهو يقول انا سعره ثلاثه، لابد عليه ان يوجد مثل عينه يعني عينه منه. أيوة. طب عينه يجيب لك البتاع كده، يجيب لك عينه او بتاع كده فيها ايه قطع من الاقمشه تختار، وهو يجيب لك الثوب على حسب القطع. لا يشترط في السلم، لا يشترط، لا يشترط في السلم، لان لو جاب لك عينه يبقى دي رؤيه، يبقى بيبيع حاضر، واخد بالك ازاي؟ ما هو بيبيع لك حاجه حاضر، هو يجيب لك قاطع لك حته منها وحطها لك علشان تشوف، يبقى ده مش حاضر كده لانك رايت. لكن السلم حاجه مش موجوده. اكبر مثال ليها عقود التصنيع. عقود التصنيع بتروح للنجار يوري لك كتالوج حبره نوم او حبره صفرة او مثلا ايه حبره صالون، وتقول له اعمل لي زيها، خشب كذا، اللون كذا، البطانه كذا، القماش كذا، واخد بالك، طول الكرسي كذا، عرض الكرسي كذا، كم واحد بمسند والثاني غير مسند، تقعد تقارن وتتفق معاه، او ده اسمه سلم لانه مش موجود، وياخد الفلوس ويبتدي يصنع عارك ويعملها. فاجاز الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الغائب للصناع لحاجه في الامه اليه، لكن هو لو على القواعد تلاقيه باطل، بيع باطل، لكن للحاجه باستثناء النبي من البيوع الباطله، واجازه للامه تاثيرا على الصناع، لان قد يكون واحد صاحب صنعه لكن ليس عنده المال اللي يصنع صنعته مقدما، فيحتاج ياخد منك ويشتري الخامات ويصنعها لك ويديها لك، واخد بالك ازاي؟ فلو قلنا له ده كده باطل لازم تصنع الاول، مش هيعرف، ده رفض. واضح؟ قوله فجائز اي صحيح كما يعلم من كلام الشارح الاتي، قوله اذا وجدت فيه الصفه الى اخره اعترضه القليوبي شيخ المحشي بانه لا يخفى ان الكلام هنا في صحه العقد، والمعتبر فيها ذكر الصفات الاتيه في السلم لا وجودها، لانه انما يعتبر عند القبض، يعني يعتبر انت بتتكلم دلوقتي على العقد. خد بالك اعتراض القليوبي دقيق جدا، تقول انت دلوقتي بتتكلم على العقل، مش بتتكلم على توفر الصفه، توفر الصفه دي ده عند القبض مش عند العقل، ده احنا بنعقد دلوقتي وهقبض بعد شهر، فهمتني ازاي؟ انا عايز الصفه عند القبض، لكن عايز هذه الشروط موصوفه عند العقل. واضح الكلام؟ ففي فرق بين الاثنين، ما تخبلتش بذهنك. شفت عندهم دقه ازاي في التمييز بين الامور اللي هي قد تخيل على بعض الناس اللي ما عندهمش دقه في الكلام. عشان كده بيقول هنا ايه؟ اعترضه القليوبي شيخ المحشي بانه لا يخفى ان الكلام هنا في صحه العقد، والمعتبر فيها ذكر الصفات الاتيه في السلم. ساعه العقد هيذكر الصفات لا وجودها، لانه اللي هو الوجود ده وجود الصفات انما يعتبر عند القبض بعدين. وحينئذ فعبارته غير مستقيمه. واجيب بان قوله اذا وجد الى اخره متعلق بمحذوف، قال له اذا وجد كان بيتكلم على الصفه انها تبقى موجوده، لا ده مش بيتكلم على الصفه، ده بيتكلم على ايه؟ على الشروط، اذا وجدت هذه الشروط في العقد مش وجود الصفه في الايه؟ في الموصوف. فالكلام راجع على وجود الشروط في العقد مش الصفه في الموصوف. واضح؟ متعلق بمحذوف والتقدير ويلزمه قبوله اذا وجدت الى اخره، لا بقول المصنف فجائز، وهذا اقرب من الجواب، لان المراد بوجود الصفه ذكرها واتفاؤها في العقد،
بحيث لو اهمل شيء منها لم يصح العقد ويبعد ذلك. قوله على ما وصف به الا ان يراد به على الوجه الذي وصفه الائمه به واعتبروه فيه، وهو خلاف المتبرر منه، وهو ان المعنى على الوجه الذي وصفه به في العقد، وهذا هو المناسب للجواب الاول. يعني العبره بتوافر هذه ذكر الصفات عند العقد، اما توافر وجودها يكون عند القبض. لو فهمت كده يبقى خلاص، لان العباره فيها نوع برضه ايه يعني الامور. لو كانت موجوده مولانا سالت العقد ما بقاش سلم، ما بقاش سلم خلاص، بقاش سلم. اي قوله من صفات السلم الاتيه في فصل السلم، سياتي في كلام المصنف ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه، الصفات التي يختلف بها الثمن وبينها الشارح هناك. هيجي باب السلم بعدين، هيجي بعد بابين من بعد الفصل اللي بقى. قوله والثالث، اللي هو ثالث الاشياء بقى من عقود البيع، اللي هو بيع عين غائبه، يعني بيع الغارب، يسموه بيع الغارب. وانما حدثه للعلم به من سابقه، والثالث اي من الاشياء ايضا، وانما حدثه للعلم به من سابقه. قول بيع عين غائبه اي عن رؤيه المتعاقدين، فالمعنى انها غير مرئيه. يبقى كلمه غائبه هنا يعني غير مرئيه، يعني ممكن تبقى موجوده لكن انا مش شايفها، حاططها في الاوضه وقافل عليها الباب، هي موجوده لكن انا مش شايفها، تبقى اسمها غائبه برضه. طب حاططها في درج المكتب وقافل عليه وبيكلمني على الساعه، بيبيع لي ساعه او الموبايل بتاعه وحطه في درج المكتب، ما هو موجود في درج المكتب وقاعد على المكتب واحنا الاثنين يعني موجود في مجلس العقد لكن غايب عني، ده اسمه بيع غائب. واضح؟ يبقى غائبه هنا مش معناها غير موجوده، لا يعني معناها غير مرئيه. واضح؟ كلمه غائبه هنا مش معناها غير موجوده، يعني غير مرئيه. واضح؟ اما للمتعاقدين او لاحدهم. يعني لو واحد منهم شايفها اللي هو البائع مثلا والمشتري ما شافهاش لا يصح، لازم الاثنين يشوفوها. ولو بالعكس المشتري شايفها والبائع مش شايفها برضه ما يصحش العقد، لكن لازم الاثنين يشوفوها. يعني حكايه ايه؟ تقفل ايدك كده وتقول له تشتري اللي في ايدي ده بكام؟ بالصوره دي، زي ما كنا واحنا اطفال نلعبها. كنا اطفال في المدرسه نلعب اللعبه دي، او ده بيع باطل لانه غير مرئي. ممكن يفتح ايده بعد ما تبتدي تقول له بجنيه، يفتح ايده ولا ما فيش، وتحس عليك وياخد الجنيه ويجري يشنق على ساعه، تجري وراه تضربه، بقت خناق. ما ينفعش الكلام ده. خدت بالك؟ لا. فيبقى ايه؟ لازم الحاجه تبقى مرئيه. واضح؟ والثالث قوله بيع عين غائبه اي عن رؤيه المتعاقدين، فالمعنى انها غير مرئيه ولو كانت بالمجلس. وليس المراد انها غائبه عن المجلس، لانها لا تشمل الحاضره فيه من غير رؤيه، مع انها من الغائبه كما مر. وحينئذ فقول لم تشاهد كالتفسير المراد من قوله غائبه. جابنا قاسم الغلز قال ايه؟ عين غائبه، كتب لم تشاهد، يعني غير مرئيه. يبقى فسرها. قوله لم تشاهد للمتعاقدين بأن لم تشاهد لهما معا أو لأحدهما مع كونها مشاهدة للآخر. زي ما يقول له مثلا، طيب إيه رأيك تشتري الحاجة اللي أنا باصص عليها دلوقتي؟ يقول له أنت باصص على إيه يعني؟ وأنت قدامك كذا حاجة، أنت باصص على إيه؟ يقول له لا بس يعني قوله تشتري بس اللي أنا باصص عليه بكام؟ يقول له ب 10 جنيه. يقوم يديله مثلا يقول له لا ما ينفعش استحل ده انا بصرف على حاجه اغنى شويه، يقول له ب 100. وبعدين ينفع انه كان بصرف على المروحه والمروحه، والثاني كان بيتكلم على اللمبه، والثالث كان بيتكلم على اي حاجه، على تابلو متعلق على الحيط، ما ينفعش. العقود دي العلم كانت في الجاهليه موجوده. ده كان حاجه اسمها بيع الحصاه، واخد بالك ازاي؟ يعني بيعملوا بيوع غريبه، واخد بالك؟ كان يقول له تشتري منتهى يعني ما تقع عليه هذه الحصاد، يروح رامي الحصاد وهو فارس البضاعه زي ما بتحصل في الملاهي، يقول له ايه خد 10 جنيه وارمي السناره اللي تشبك فيها تاخدها، وبعدين تروح تاخد حاجه بجنيه وانت بتديله 10 جنيه، او تنزل السناره مش على حاجه وتدفع كل دي بيوه باطله. واخد بالك؟ موجوده في الملاهي، بيوه باطله حرام، واخد بالك؟ اللي هو هكذا. يبقى الحاجات دي وان كانت شكلها
يعني فكاهي الا انها واقعه في الحياه في صور بيض لبعض البيوع، واخد بالك؟ فالواحد يتجنبها بقدر الامكان. لم تشاهد للمتعاقدين بان لم تشاهد لهما معا او لاحدهما مع كونهما مع كونها مشاهدة للآخر، فانتفاء مشاهدتها للمتعاقدين يصدق بصورتين، وعلم من ذلك امتناع بيع الأعمى وشرائه للمعين، شرائه للمعين يعني للشيء المرئي، يعني كسائر تصرفاته، فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقبال بخلاف ما في الذمة، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها. طب افرض هو الأعمى ده عبد، ممكن يشتري نفسه من سيده بالرغم ان هو ليه؟ لانه عارف نفسه، عارف نفسه، فبيجي حاجة عارف وسيده شايفه، واضح؟ وله أن يشتري نفسه ويؤجرها، وممكن يروح يأجر نفسه عند مثلا ايه حد يشتغل عنده زي العمال اللي بيومية، يجي أجر نفسه كل اليوم عند فلان بكذا، واخد بالك؟ في الحالات دي وهو أعمى، وهو أعمى يؤجر نفسه، واضح؟ يقول له أنا هحفظ لك للعيال القرآن طول النهار النهارده وتديني كام؟ يقول له 100 جنيه، لا 100 شوية. طب ما أنا هديك 100 جنيه يا سيدي وهأكلك، هغديك وأحطها لك، يقول له موافق. يروح موافق، أو أجر نفسه وهو أعمى. واخد بالك ايه؟ هذا العقل برغم انه اعمى، واخد بالك؟ لانه متعلق بنفسه، هو ادرى بنفسه، متعلق بذمته اللي هو حفظ القران حاجه في ذمته بنفسه، هو ادرى انه حافظ ويعرف يؤدي الوظيفه وهكذا. يبقى يصح بيع وشراء الاعمى في كل حاله في كل شيء لا يجهله، يعني لو في حته ارض هو عارف ثمنها ويسمع اخبار الاسعار. لا، ما لازم يكون شافها قبل ان يعمى. حتى لو هو وردها وعارف سعرها ما ينفعش. ايوه لو كان شاف قبل ما يعمل ممكن. لو ما شافش مثلا يجيب وكيل، يجيب اخوه، يجيب محامي، يقول له بالعقد سهل. يعني لا تقاس على نفسي لانه لا يجيب. لان هو ممكن قطعه الارض دي تبقى على نفسي وهو مش عارف. لا هو يعني مثلا سنة الاخر اتغيرت. لا سامع للرشاش. يعني سامع للرشاش. ورافع. يا عم سامع للرشاش. ليس كل مرة. الله ليس ما رايك من سامع. ده انت ممكن الناس تقول لك يا سلام ده احنا كنا في حته زي الجنه وانت تروحها ما تقدرش تقعد فيها خمس دقايق. ده فيها لسان وعرب. دي احنا جنه ايه لسان؟ هو تاني مبسوط انه يعني لسان ما بيقلبوش، هو يهمه هو انها بحري وانها مش عارف ايه وجنبها سوق خضار، وانت اصلا ما تحبش المكان ده اللي فيه خضار. الادوات تتساوي. انت عايزها حته تكون مستضافه لانك انت ما بتحبش الدوشه. تاني حته الدوشه. يقول لك يا دي حته زي الفل جنب محطه الاتوبيس وجنبها سوق وجنبها موقف انت ما تقدرش اصلا تسكن هناك خمس دقايق، هو عايز يعيش كده هناك. ما ينفعش ده يبقى رايه زي رايه. فهمتني؟ فالحكايه كلها لازم تبقى يعني عن رؤيه وعن علم. واضح؟ ثم السماع بيخلي الخيال هو اللي يتصور. ايوه ايوه طبعا. وأن يكاتب مملوكه، يعني يشتري نفسه من مملوكه لأقساط، كل ده للأعمى، تغليبا للعتق، تغليبا للعتق، واضح؟ ليه؟ لأن الشرع متشوف للعتق، فيقوم الشرع يجيز ما هو باطل من أجل العتق، زي لو اشترى الإنسان أبيه، ده لا يجوز أن يشتري أبيه. يعني ابوه هو الموجود بيباع في الرق، هو حد ايه يشتريه وهو عارف ان ابوه فبيشتريه بالنظره دي الشرع يقول لك لا ده لا يصح، لانه لا يتملك الابن ابيه، لا يتملك الفرع اصله، ده تملك باطل. لكن الشرع يوجدها ويغمض عينه في الحته دي بالذات علشان يعتق عليه، يوم يصحح العقد لحظه واول ما يجي في ملكه يعتق، لانه لا يصح ان يتملكه، فيوم يغريه يقول له اه اشتريه ويدخل في ذمته لحظه لطيفه، يسموها اللحظه اللطيفه عند الفقهاء، قاعده نظريه اللحظه اللطيفه، هناخدها في العقد. ليه؟ قال لك ليه؟ طيب نعمل نظريه اللحظه اللطيفه هنا ونصحح العقد
علشان نصحح عقد ينبني عليه مقصود الشرع. مقصود الشرع العتق. احنا لو قلنا ما ينفعش تشتري ابوك وهو راجل غني وعنده اموال طائله وعايز يحرر ابوه من الرزق، هيفضل ابوه رقيق طول عمره. وبعدين هو رجل اعمال مشهور بيعايرون الناس، يقولوا له ابوك عبد بيتباع في الاسواق مش عارف يعيش ولا يعقد الصفقات، مأثره على مستقبله وابوه مضروب عليه الرزق. يقوم الشرع يحمله الرزق، احنا نحب العزق. خلاص اشتري ابوك بالرغم ان هو على قواعد الشرع الواضح. فهمتني ازاي؟ ويصح في حاجه اسمها نظريه اللحظه اللطيفه. يبقى في نماذج كثيره من العقول اللي هي باطله من حيث القواعد واصححها الشرع من حيث انها تؤدي الى مقصوده، زي العرايه في الربا واجازها النبي صلى الله عليه وسلم في خمسه اوجه. انا كنت واخد بالك ازاي؟ زي بيع السلم هو بيع غائب ولكن اجازه ليه؟ عشان يشجع الاستصناع والاسواق وهكذا. فاعتقد كتير بيوع من هذه الصور يجازها الشارع من اجل الحاجه اليها مع وجود عله التحريم فيها. واضح؟ فهنا برضه نفس الحكايه. الاعمى ده عبد، واحنا عندنا العبد لا يصح بيع ولا شراء. اجازه للاعمى انه يشتري نفسه ويأجر نفسه ويشتري نفسه ولو بالتقسيط من سيده، وعلشان العقد عشان الشرع متشوف للعتق. واضح؟ تغريبا هنا بيقول لك ايه؟ تغريبا للعتق، لان العتق اولى من ابطال العقد. ابطال العقد هينبني عليه استمرار العتق، وتصحيح العقد ينبني عليه العتق. فنقول له ايه؟ لا نصحح العقد. واضح الكلام؟ ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ينتسخ البيع كما صححه النووي. اشترى العماره والحمد لله ودفع ثمنها، بس العماره واخد بالك ازاي؟ كان شايفها من شهر، وبعدين لما اشتراها ورايح مشوار علشان يستلمها جاله حاجه ازمه ولا غلطه فقد بصر، يصح العقد لانه كان شايفها من هنا. واضح؟ والعقل بالسبب. قوله فلا يجوز اي فلا يصح كما يعلم من كلام الشارع بعد. قول والمراد بالجواز في هذه الثلاثه الصحه اي وجودا في القسمين الاولين اللي هو بيع موصوف بالذمه وبيع الحاضر، وعدما في الاخير اللي هو بيع الغائب اللي هو ايه يعني غير المرجو. فاندفع قول المحشي تبع للقيوب. طبعا احنا بيع الغائب عند الملكيه يجوز، لكن الشافعيه لا يجيزونه، لكن الملكيه يجيزوه بخيار الرؤيه. بخيار الرؤيه، يبقى له الخيار عند الرؤيه، يعني انعقد البيع بس يقول له خد بالك لما اشوفه لو ما عجبنيش هرد العقد يقول له حاضر. لكن الشافعيه لا ينعقد اصلا. واضح؟ يعني معنى كده ان في بعض العقود لو رحت للملكي للقاضي الملكي بيصححها لك، ولو خرجت من اوضه القاضي الملكي دخلت اوضه القاضي الشافعي يقول لك بطله. طول عمر الفقهاء كده وطول عمر المسلمين كده وقابلين هذا ومش شايفين ان ده خلاف يعمل يصف للود القضيه ابدا. ليه؟ لان ده وجهات نظر من حيث تطبيق مقاصد الشرع. بس فهمت بقى ازاي؟ اللي بيدرس في الكتب دي بيبقى صدر واسع للخلاف الفرعي في الفروع الفقهيه. الا انا اللي بيدرس في الكتب دي وبيدرس الفقه سميكي الجديد وفي مجلد السمير وفي الصفحه الدينيه في الاهرام ما يفهمش حاجات. يقوم لما يلاقي مثلا المفتي السنالي افتح حاجه والمفتي اللي قبله افتح نفس الشيء، لا يقول الله شوف التضارب شوف التلاعب، لانه ده مسكين ده ما عرفش الدين الا من نيكي جيت. واخد بالك ده ما يعرفش لا قواعد ولا اصول ولا لغه ولا حاجه خالص، انما ده مسكين خالص. ده دخل في ديوان وخد ايه في قبل وجه في قبول، وبعدين العربيه توصله وقعد طول عمره بيلعب ويتنطط، وبعدين فجاه بقى ايه عمل حقيقه وغرق بقى ايه فضفوف التلفزيون وعنده لباقه، وبعدين ابتدى بعد كده يفاجئ ان فقهاء الدين كل واحد يقول كلام شكلي، فافتكر ان الكلام الشكلي ده فوضى، وهو ما انتبهش ان ده مبني على قواعد عميقه. واخد بالك ده، وان هذا الخلاف معتبر، وان هذا الخلاف دليل على يعني ايه
على تنوع التفكير وعلى سعة الشرع وعلى انه هو يعني فيه تنوع كبير يصلح لكل زمان ولكل ظرف ولكل مكان. فيقول يرى ميزة في الشرع يراها عيبه. وهي ميزة، وهي الميزة دي اللي خلت الشرع الشريف صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل حال. عشان كده لابد نرجع تاني نقرا الفقه في الكتب الكبيره دي زي بتاع زمان، علشان نطلع اولا نتعلم الملكه الفقهيه، ثانيا نعرض الفقهاء لما يختلفوا، ثالثا لما تطرح علينا اي امور جديده غير مذكوره نقصها على ما تعلمناه. يعني انما الوقت لما نيجي نتعلم في الازهر وكل واحد يجيب له مذكره وصفحتين وده ملغي وده لاغي وده، ويطلع بعد كده يجلس العلم وتعالم عالم ايه ده؟ يعني انت مش هيبقى عارف حاجه خالص، ده غلط. وانما حمل الجواز على الصحه مع ان حقيقته الاباحه والصحه لازمه لها، اذا تعاطى تعاطي العقود الفاسده حرام ليدخل الحرام الصحيح والمكروه كذلك. مش احنا قايلين ان في عقد حرام وصحيح؟ زي مثلا لما تشتري وقت صلاه الجمعه، مش ربنا بيقول وتروا البيع؟ طب رحت انا بقى وقت صلاه الجمعه تعاقدت واشتريت سياره في نفس وقت الخطبه شغاله وانا قاعد في الاذان بمضي عقد شراء سياره، هذا العقد صحيح ولكنه حرام. صحيح يعني ايه؟ يعني ينبني عليه، ينبني عليه ما يترتب عليه من احكام انتقال الملكيه وجوب الثمن، واخد بالك ازاي؟ وهكذا وطبيعه التصرف. لكن حرام شرعا لاني عملته في وقت محرم شرعا، ويبقى اسمه صحيح حرام. فليس كل صحيح جائز، لكن اما نقول مباح، المباح تشمل ايه؟ تشمل الصحه والزياده. يبقى ما نقول هذا العقد مباح اقوى من هذا العقد صحيح، لان مباح تدل على الصحه وعدم الايه؟ الاثم والكراهه. واضح؟ فهمت الالفاظ؟ عشان كده قال لك جائز يعني مباح، هذا العقد جائز يعني مباح، عشان يخرج العقد الصحيح المحرم. ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر البالي وعن تلقي الركبان، ده حديث البخاري وكذلك الامام مسلم. ده نوع ثاني، لان ليس مو بيع ضرر، بيع غرر، هو بيع صحيح لكنه النهي عنه للغرر. الغرر يعني ايه؟ ان انا قد اخدع احد الطرفين. يعني انا لما اشتري وانا راجل السوق بتاعي جوه المدينه، عارف اسعار المدينه، اقوم انا اروح اقف على الحدود عند السلوم والبضايع جايه من ليبيا، او عند النوبه والبضايع جايه من السودان، لسه ما وصلتش القاهره البضايع. انا عارف اسعار القاهره، او انا لما اشتري منه برخيص، وقد اوهمه ان الاسعار في القاهره كده. فهمتني ازاي؟ وبعدين اروح انا واخدها وجاي على القاهره، حرمت المستهلك من السعر الرخيص اللي جاي من البلد مباشره. هقوم ابيع انا للمستهلك بسعر ايه؟ الحاضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وحرمت الثاني من المكسب، قد يكسب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ بيع الحاضر للبالي، علشان يستفيد المستهلك العادي بسعر الحاجه اللي جايه من الباليه بتيجي رخيصه. واخد بالك ازاي؟ انت لما تروح حتى تشتري مثلا الحاجه من الناس اللي جايين من ارياف، جايب لك جبنه وجايب لك زبده، غير لما تروح السوبر ماركت تشتريها تلاقي عند ده ارخص. طب لو بتاع السوبر ماركت اشترى من دول قبل ما يجوا مش هتلاقي حاجه رخيصه. واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تغلو الاسعار، وحتى لا يخدع الايه؟ اللي هو مش عارف السوق. وكذلك نهى عن تلقي الركبان لنفس السبب، الركبان اللي هي القوافل اللي جايه على الحدود، اتلقاها عشان اشتريها قبل ما تصل للسوق. واضح؟ نعم. لمنع الاحتكار ولمنع بلاء الاسعار ولمنع غصب البائع اللي جاي من مكان بعيد ولا يعرف سعر السوق. موانع كثيره، وان كان بيع صحيح لكنه النهي هنا للغصب. واضح؟ ايوه. ايه خلاص؟ طب
الحديث دي يعني مثلا حتى لو راجع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مساله طلقة الركبان وباقي الحدث للباب لا ينظر للطرفي العقل، ينظر للسوق استقرار الافعال في السوق. ما هو الشارع له نظره على المصلحه العامه وعلى المصلحه الفرديه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلقة الركبان للمصلحه العامه وليس للمصلحه الفرديه حتى لو الاثنين قبلوا، بس كده السوق هيحصل فيه خلل. لو على قدر الشخص، لا احنا بنتكلم على التاجر يشتري من تاجر. ايوه هو ده المنهى عنه. تلقي الركبان في تخبر العقارين على السوق، لانه بيخش وبيحتكر السلعه. هيؤدي الى خلل في السوق. واخد بالك؟ يعرفوا الناس اللي هم بيدرسوا يتطوروا. واخد بالك؟ لكن هو لو الطرفين موافقين هو العقل صحيح، لكن النبي نهى لعله اخرى، للنظر للمصلحه العامه وليس المصلحه الخاصه. واضح؟ خلاص ما يجراش حاجه، يتعلم. ما احنا عايزين ايه؟ اللي عايز يشتغل في التجاره يقعد يتعلم التجاره، اللي عايز يشتغل مثلا في الزراعه يتعلم الزراعه، اللي عايز يشتغل في الطب يتعلم الطب. اداب الشرع في كل مهنه يعرف قبل ما يشرع فيه. عايز يتجوز يعرف ايه احكام الزواج قبل ما يروح يتجوز، مش يجي يتجوز وفي الاخر يتضح له ان جوازه كان باطل علشان يتجوز من غير ولي. يقول لي انا ما اعرفش والله ان انا كنت ليه. ما تعرفش انت لما تخش في اي عقد يجي يطلق يدرس الطلاق الاول، مش مجرد ان مراته تنرفزه لا انت طالق، لا تنرفزه يقول لا طب اصبري عليا شويه، ويقعد بقى يجيب كتاب الطلاق ويروح للشيخ ويقعد يقرا. بكلمك جد، لان ده هيبين له ايه اللي هينبني عليه، ما يندمش ساعتها، ما يندمش، يعرف ايه الواجبات اللي هتنبني عليه وايه الحاجات اللي هتحصل. وان اولا التوقيت الطلاق نفسه لازم ما ينفعش يطلقها في طهر المسها فيه، ولا يطلقها وهي حائض، والا يبقى الطلاق يقع وهو قاتل. الشرع عايز انسان متزن مش انسان امعه، يعني هات وخد اللي يضربنا ضربه واللي يخدنا رزقه واللي يتف عليا يتف عليه، ما ينفعش كده للشغل او الضليل. لكن هو عايز انسان محترم، بحيث انك انت قبل ما تفكر، واخد بالك، قبل ما تعمل حاجه تفكر الاول. هتقدم على حاجه؟ لا فكر الاول، مش تقدم عليها بالفعل المنعكس اللي هو يسموه ريفليكس. ده شغل البهايم. البهيمه تيجي مثلا تضربها على رجلها كده تخرقطاك، ما تفكرش مين اللي وراها. خد بالك؟ ما ينفعش كده. لا، البني ادم بقى لما يجي حد بقى يضايقه كده يبص يشوفه ده مين ده وبيضايقه ليه؟ طب هل هو فعلا كان غلطان علشان كده هو ضايقه ولا ايه المساله؟ ويقعد يفكر وياخد ايه؟ طب وهل ارد انا اللي ضايقه دي بالمسامحه احسن؟ ولا اقتل الشر؟ ولا اديله هديه علشان يسامحني؟ ولا اعمل ايه؟ يقعد يفكر. مش مجرد من كده تديله على طول. الناس لو فكرت بالطريقه دي هتلاقي صفقه الحوادث تختفي من ايه؟ من الجراحه. فهو الشرع يريد منك كده، انك انت تتعلم كل حاجه قبل ما تخش. قدمت ورقك في القرعه عشان تحج، يبقى قدامك شهرين ثلاثه تقعد تدرس الحج. ما تستناش بقى بعد ما تروح تحج وبعدين تغلط في الرمي ومش عارف في الطواف وتيجي وتسال الشيخ اعمل ايه؟ انا طفت اربع مرات بس يا عم الشيخ، مش سبعه، سافرت الدنيا زحمه. اعمل ايه؟ ما ينفعش يا ابني، انت تتعلم قبل ما تسافر. ما تهجمش على عباده الا وانت عارف الدنيا ازاي؟ ادي الفرق بين المسلم والمسلم. مش بقول ان اي واحد يتعلم كل حاجه، لا، اتعلم كل حاجه بالراحه. حبيت تصلي اتعلم الصلاه، حبيت اتوضا اعرف الوضوء، حبيت ازكي يعني ابتديت اشتغل وابتديت الفلوس تتحوش معايا والحمد لله بقى عندي رصيد في البنك، يعني على وش زكاه اهو، ابتدي بقى اعرف احكام الزكاه. لكن انا اللي بيجي قد اللي بيروح، ما بحوش، مش مهم اتعلم احكام الزكاه. مش مهم اعرفها خالص، لو عشت ومت ما اعرفهاش مش مشكله. واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يعني مش مطلوب انك تعرف كل حاجه في وقت واحد وتعيش طول عمرك تسيب شغلك اذا كنت مهندس ولا دكتور وتقعد تتعلم تبقى زي المفتي، لا. لكن ما تقدم على عمل اتفتح لك بابه الا وتعرف حكم الشرع فيه ايه؟ بس ادي كل حاجه. فهنا وقد يشعر قوله لم تشاهد لانها ان شهدت الى اخره، وجه الاشعار ان الظاهر من قوله لم تشاهد انتفاء المشاهده مطلقا لا حال العقد فقط. وقوله انه يجوز اي بيعها، لكن يشترط تذكر او صفى حال العقد. يعني لو شفى قبل العقد يشترط تذكر او صفى حال العقد والا لم يصح. قوله
بحيث ان المده دي اللي تتخللها لا تتغير غالبا في المده اذا يغلب تغيرها في تلك المده، فيشمل ما اذا غلب عدم تغيرها او استوى تغيرها وعدم، بخلاف ما اذا غلب تغيرها. ولو كان يعني يقول لك غلب يعني غالب الظن. طيب يستوي بقى الشك، واخد بالك ازاي، ويستوي اللي هو استواء الطرفين، ويستوي العلم بعدم التغير. تمام، يبقى من باب اول يعني غلبت على ظنه انها لم تتغير، او تاكد انها لم تتغير، او احتمل انها لم تتغير، اللي هو الشك. كل ده حكم واحد، اليقين والظن والشك. لكن عندي يبقى حاجه اسمها الوهم، وعندي اسم الجهل لا اعلم. فهمت ازاي؟ دول اللي نقول له لا ما ينفعش بقى، اجهل عدم تغيرها، يبقى ما ينفعش العقل، لازم اروح اتاكد انها ما اتغيرتش. توهم عدم تغيرها، والتوهم اللي هو يعني اقل من 50%، نقول له لا برضه روح اتاكد. فهمت ازاي؟ ممكن نطلع من 5%. ما احنا قلناها كتير، اللي هي مراتب العلم. مراتب العلم اليقين اللي هو المطابق للواقع الدليل، ده اليقين. احلى حاجه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله، او ده علم يقيني مطابق للواقع وعن دليل نعرف ندلل، يبقى اسمه يقين. والظن اللي هو ايه؟ ادراك الطرف الراجح، اللي هو الظن ايه؟ 90% 70% 99% زي نظام الانتخابات في مصر، دي اسمها ايه؟ الظن. يبقى الظن اللي هو فوق بين ال 50 والايه؟ وال 99، وصل 100% بقى يقين. اقل من 100% حد ال 50 بقى ظن، 50% مستوي الطرفين شك. اقل من 50% لحد قبل الزيرو بلحظة يبقى موهم. طب زيرو يعني ما فيش خالص، ما عرفش، يبقى جهل. واضح؟ طيب لو يعرف والمعرفة دي متيقن منها متأكد، لكن ما يعرفش يدلل وهي مخالفة للواقع، زي النصارى يقول ايه ثالث وثلاثة، وهو اعملها يقين في قلبه لكنها مخالفة للواقع وليس عنده دليل، يبقى يسموه ضلال. ضلالي يا راجل، يا ضلالي. مش ربنا قال ولا الضالين امين، والحديث الترمذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، الحديث الترمذي في تفسير النبي في الفتح صلى الله عليه وسلم. ليه ضلالين؟ لانهم عندهم يقين مخالف للواقع بلا دليل، يبقى اسمه ضلال. ده ادنى من الجهل، لان الجاهل عارف نفسه انه جاهل، انما الضلالي مش عارف نفسه انه جاهل. جاهل جهل مرتب. فهمتني بقى ازاي؟ لا تتغير غالبا في المده، اي لا يغلب ظنه، اذا غالبا هنا عن الظن. فهمتني ازاي؟ اي لا يغلب تغيرها في تلك المده، فيشمل ما اذا غلب عدم تغيرها او استوى تغيرها، استوى يعني الشك. واضح؟ وعدمه، بخلاف ما اذا غلب تغيرها ولو كانت مما لا يغلب تغيرها لكن وجدت متغيره على خلاف الغالب خير. طب افرض هي لا يغلب تغيرها في المده دي، لكن فوجئ لما راح يستلمها لقاها اتغيرت، يبقى له ان يردها بالعين، في حاجه اسمها الرد بالعين. يبقى العقد انعقد، لكن في حاجه اسمها الرد بالعين. واضح؟ خير ما لم تتغير الى كمال. طب يخير امتى؟ لو كان فيها عيب. طب افرض راح لقاها اتغيرت لاكمل، كان شايفها ارض جرداء راح لقاها مزروعه، يردها بالعين، يبقى يحمد ربنا دي مزروعه، اتغيرت لاكمل. واضح؟ يبقى لو تغيرت لانقص له ان يردها بالعيب، طب لاكمل له لا يردها بالعيب لان ده عيب اصلا. واضح؟ وعشان كده ضربوا المثال، قال لك ايه ايام الرقيق، لو واحد اشترى اما وشرط عند تاجر الاماء ان تكون سوداء الشعر مثلا، فايه اعطاها له، فلما روح البيت يشيل الطرحه لقاها صفراء الشعر، له ان يردها بالعين. طب ولو العكس؟ قال لك لا يردها بالعين لانها اكمل. العكس يعني ايه؟ قال انا عايز واحده شعرها اصفر وعينيها اخضر بالتليفون ابعتها لي. قال له البضاعه جاهزه. بكام؟ ب 5000 جنيه. خلاص
هبعت لك الشيك مع الواد وابعت لي البضاعه. كان زمان سوق الرقيق كده بس ما كانش في تليفون يعني. لكن المهم راح بعت له البضاعه، فاما جات له لقاها ايه، مش عينها خضراء وشعرها اصفر، لا ده لقاها عينها سودا وشعرها اسود. فله فلا يردها بالعين. ليه؟ لان اداله الاكمل. طب وعرفوا منين الاكمل؟ قالوا لان دي صفات النبي، شعره اسود وعينه سوداء، يبقى السواد احسن من الخضار، والصفات الشعر والسواد الشعر احسن من ايه؟ من الصفات. فالقاضي لو راح للقاضي يشتكي له، القاضي يقول له ايه؟ يقول له لا تردها بالعين، اعطاك الاكمل. طب وعرفت منين يا قاضي الاكمل؟ من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ لان النبي اوصافه هي الاكمل، وهكذا. فالحاجات دي كلها بتبقى لطائف يعني في الاصل. مولانا لو البائع يعني كان يجهل صدر كمال زياده في السلعه وطبق اثناء التسليم، هنا بقى الاخلاق الحلوه، الاخلاق الحلوه للمؤذين المتعاقدين بتاع زمان، الناس الصالحين يوم يتصل بيه يقول له والله انا لقيتها بقت احسن شويه، تحب ادي لك ازيد في الثمن ولا انت مسامح؟ ادي الناس الحلوه بتاع زمان اللي هم الصالحين، انما دلوقتي ما بالناس نلاقيهم. لكن زمان كانوا كده، يبقى عندهم حساسيه مفرطه في ان هم يعني ما يرضوش ياخد حرام. يعني كان مثلا ايه، سمعت ان احد التجار بتوع زمان من احد العلماء بيحكي لنا يعني هو عصره يعني، فبيقول كان بيشتري رز بالجمله يعني، يشتري مثلا مخزن جاي، فاشترى المخزن ده بسعر مثلا قول 100 جنيه مثلا في الطن على ايامه مثلا، وهو السعر ده اللي كان في السوق. فمجرد قفل التليفون ثاني يوم الطن بقى ب 300 جنيه. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يتصل بالراجل اللي اشترى منه ب 100، يقول له السعر غالي ثاني يوم وانا خلاص استلمت البضاعه، بس انا متضايق من ان انت خسرت المبلغ ده، لو كان قاعد عندك كنت انت اللي كسبته، ايه رايك تعمل ايه؟ تيجي نتقاسم المبلغ؟ شفت الناس كانت بتفكر ازاي؟ في تاجر من النوع دلوقتي؟ ما يرضوش. لانه كان ناس صالحين، تلاقي تاجر وعادي صالح طرب، واخد بالك؟ تعرف هنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم التاجر الصدوق الامين مع الصديقين والشهداء والنبيين والصديقين والشهداء. النوعيه دي ندرت في السوق، وعشان كده الاسعار ارتفعت والحياه بقت صعبه. ايوه. يبقى يشتري غيرها بقى، يبيع الاكمل دي ويشتري غيرها، لكن ما يرضاش بالعيد. فهمتني؟ زي ما السوق قدام خلاص يا سيدي الصبر بيعها لي. حتى علشان مزاجه كده. ما يجراش حاجه، يبيع في السوق مع ايه؟ مش حاجه. واخد بقى كل بضاعة ليها طالبها يعني، مشكلة. لكن أنا بوري لك إزاي الفقيه بيفكر إزاي يبذل الكمال في بعض الصفات اللي هي تكون إيه قد تغيب على بعض الناس. فهمتني إزاي؟ أدي كله. عشان تعرف إن النبي أجمل الخلق. فأنت عرفت من القضية دي إن النبي أجمل الخلق. واخد بالك؟ إنما المصريين يحبوا اللي شعره أصفر وعينيه أخضر. المصريين ليه؟ لأن هو طبعا شكل جميل وكل حاجة، لكنه القهر القديم بتاع الاستعمار خلى باستمرار صورة المستعمر إن هو له سلطة، وبالتالي اللي يشبه اللي له السلطة يبقى محبوب. فهمتني؟ أدي كل الحكاية. لكن هو أجمل الصور هي صورة إيه؟ النبي العربي صلى الله عليه وسلم. أبيض مشرب بحمرة، أسود الشعر، جعد رجل يعني كان ممول، الشعر الممول احسن من الشعر السايح على طول، لان شعر النبي كان ناعم ممول. واخد بالك؟ يبقى لما يجي يقول له مثلا انا عايز ايه اجعد، فيبقى اديله اكبر صفت يعني ايه؟ يعني نازل حته واحده كده زي الجماعه الصينيين، تلاقي شعره نازل حته واحده والتاني تلاقيه ممول كده، يبقى اني احلى؟ يقوم يسال النبي كان ايه؟ يقول لك كذا، يقول له يبقى هي دي الاحلى. يبقى دي بتصير طريقة تفسير المسلم. واخد بالك ازاي؟ ان هو بيقيس الجمال في النبي لان هو اجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. والا فلا يتجه التخييف لانها تغيرت الى كمال، ووقع عباره محشي لم يصح، ولعل المراد منه لم يصح على وجه اللزوم فلا ينافي ما ذكر.
قوله يصح بيع كل طاهر، هذا شروع في شروط المعقود عليه وهي خمسة كما يعلم مما تقدم، ذكر المصنف منها ثلاثة ويكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد. يبقى لازم طاهر منتفع به مملوك، ادي ثلاث شروطين. وسكت عن اثنين وهما القدرة على تسلمه وكون معلوما علما، يبقى خمس شروط للمبيع. واضح؟ معلوما عينا وقدرا وصفة. قول طاهر أي ولو بالقوة، فيشمل المتنجس الذي يمكن تطهيره، يعني طاهر بالقوة يعني إيه؟ يعني متنجس ويمكن أطهره أغسله. واضح؟ الذي يمكن تطهيره بالغسل ولم تصب بالنجاسة فرجة، أو يقال هو قيد في مفهومه تفصيل كما تقدمت الإشارة إليه، وهو الذي يرشد إليه كلام الشارع في تقرير مفهوم الآية. قول منتفع به أي انتفاعا مباحا مقصودا، يبقى لو لازم انتفاع مباح ومقصود، انما لو انتفاع غير مباح ما ينفعش، فيخرج بذلك ما منفعته محرمه، فلا يصح بيع اله اللهو المحرمه زي البيانو والعود والكمانجه والمزمار والطنبور، كل دي الات ايه لهو لا يصح استعمالها، اللي انتفع بها اصلا انتفع بها حرام، يبقى لا يصح بيعها. والرباب ولا بيع كتب الكفر والتنجيم والفلسفه، يبقى تجار الكتب ما يبيعوش كتب الشيوعيين والملاحم والفلاسفه اللي فيها كلام وحش، ده تاجر الكتاب، الكتب يعملوا كده لازم يراعوا هذا. ويبقى كتب الوهابيه مكروهه لانها بتثير الشبه، ايوه تداولها بتثير الشبه في اذهان العوام، واخد بالك؟ وهكذا يبقى تعرف على طول، انت قاعد تقرا كده بتفهم تطبيق على الحقيقه وانت ماشي، تبقى عارف الدنيا فيها ايه. وبالتالي برضه لا يصح الجواهرجي يبيع الصليب الذهب، برضه لو واحد جواهرجي ما ينفعش يبيع الصليب الذهب للنصارى، تجاره حرام. طب النصراني عايز يجيب صليب يجيب من الجواهرجي المسيحي زيه، واضح؟ وهكذا طول ما انت قاعد بتقرا بتتعلم. وما منفعته غير مقصوده، ولو حاجه منفعتها غير مقصوده برضه لا يصح بيعها، كمنفعة اقتناء الملوك لبعض السباع للهيبة والسياسة. في ناس يشتري أسد ويروده ويفرح بقى إنه يمشي في الشارع كده، يعني إيه؟ الناس كلها تتفرج عليه وتهابه، أو ده منفعته غير مقصودة. حرام بيعه وحرام شراءه وحرام اقتناءه. شفت بقى إزاي كل الحاجات دي تعلمك. ومنفعة حبتي البر بضمنهما لأمثالهما، ينفع تروح تشتري من عند التاجر حبتين قمح؟ دي منفعه غير مقصوده. ايه حبتين قمح؟ ما ينفعش. او وضعهما في فخ فلا نظر لذلك. معنى غير مقصوده مقصوده من الشارع يعني الشارع يعني؟ مقصوده غالبا من الناس، يعني الناس الغالب الحاجات دي لا تنتفع بيها عندك. المتروك ليها بالعرف، العرف العام. واخد بالك؟ ما هو الشركات يقول لك العالم محكم من قواعد المذهب. قوله مملوك اي من حيث الولايه عليه، يبقى لازم كمان المبيع يبقى مملوك للبائع، والا هيبيع حاجه ما هيبيع ما لا يملك ما ينفعش، يبقى لازم يبقى مملوك اي من حيث الولايه عليه، وان لم يكن مالكا لعينه كالوكيل والولي. طب ممكن يبقى ايه من حيث الولايه عليه؟ اما ولايه ملك او ولايه تصرف كالوكيل او الولي، في عند الحالات الحاجه كده برضه الوكيل زي المحامي. ويخرج بذلك الفضولي، يبقى بيع الفضولي ما ينفعش، زي ما قلت لك مثال واحد صاحبك قاعد في النادي وانت مش قاعد معاه خالص، راح بايع عربيتك وانت ما قلتلوش، وبعدين يجي لك بالليل يقول لك ايه رايك انا كان واحد عايز يشتري عربيه نفس ماركه عربيتك، بعتها له بسعر ممتاز، ايه رايك؟ انا بعتها له 60,000 انا لو نزلت السوق هتبيع ب 50، ايه رايك؟ مش ممكن تفوق تواجد وتلاقيها فرصه. أو ده اسمه بيع فضولي، لا يجوز، الصورة دي لا تجوز عند السفاري، لا ينعقد العقد. لكن افرض أنت عايز تمشي العقد، تعتبر اللي عمله ده كان وعد بالإيه؟ بالعقد بس، وعد بس، يقول له إن أنا همشي لك ليها ويبقى هو تنصار. وتتصل أنت بالشاري وتعقد العقد معاه من أول وجديد. وأنت لو عملت كده هتمنع إن هو يكون ضحك عليك، بعاله 70 وهيتقلب 60. وما يضحكش عليك. لان اسمه بيع الفضول، بيع الفضول لا يصح لا يجوز. واضح؟ زي طلاق الفضولي، يطلع مراد صاحبه ما ينفعش. طب لو صاحبه اجاز هل تقع الطلقه؟
لا تقع اصلا، لان لا طلاق قبل نكاح كده. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، ولا عتاق قبل نكاح، ما يعتقش من حاجه ما ملكهاش، وهكذا. بالوكالة احنا بنتكلم فضولي، فضولي يعني انا مش لا بديله وكيلة من وكالة ولا بديله حاجة، ده فضولي. ده بيطلق ميراث وكيله بالوكالة، يجوز كما انه يجوز ان يتزوج لوكيله مش لنفسه، هنا مش بيطلق لنفسه، ده بيطلق بالوكالة، ده مش تصرف فضولي. الفضولي اللي هو اصلا ملوش صفة، حشة سميه حشة جد، وهو من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. يعني تعريف الفضول يوم من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي، فلا يصح بيعه إن أجازه المالك خلافا للأحناف. الأحناف أجازوا بيع الفضول إن أجازه المالك، الشافعية قال لك لا. شفت بقى من الفقهاء يختلفوا إزاي؟ يبقى بيع الفضول عند مالك عند الإمام أبو حنيفة يصح بإيه؟ بإجازة، لأن قال لك إن بيع الفضول ده بيع فاسد وليس باطل، فرق بين الفساد والبطلان ابو حنيفه. لكن الشافعي انه الفاسد والباطل واحد، وتعريف الفاسد عند ابو حنيفه هو ما لم يشرع بوصفه لا باصله، اما الباطل فهو ما لم يشرع بوصفه ولا اصله، بعقد بيع لم يشرع بوصفه ولا اصله، انما ده عقد بيع، ده بيقول له تشتري كذا والمبيع معروف ومعلوم للطرفين. واخد بالك ازاي؟ زي بيع الصبي مثلا الطفل الصغير يبيع، لو ابوه جه ووافق على بيع ابنه يجوز عند الاحناف، لكن الشافعيه ده بيبيع باطل، لازم يعمل العقد من اول وجديد. واضح؟ وعشان كده بيقول فلا يصح بيع وان اجازه المالك، يعني بيبين لك ان احنا الشافعيه وان اجازه المالك يا احناف يا احناف، ولو اجازه المالك برضه. فهمت بقى؟ كلمه وان اجازه المالك بيرد على احناف. واضح؟ قوله وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء اي الشروط ولو عبر بها لكان اولى، لكن فيه انه يصرح بمفهوم الملك الا ان يقال انه استغنى بالعين النجسه عنه لانها غير مملوكه. قال لك اصل ما صرحش بمفهوم الملك، قال لك ما هو معروف هنا قال بيع طاهر والطاهر يتملك، لما قال متنجس يبقى معناه صرح بعدم الملك لان النجس لا يملك. واضح؟ بالعين النجسة عنه لأنها غير مملوكة، فهي مفهوم الطهارة والملك. نعم الأظهر، الأظهر أن يذكر في مفهوم الملك ما ليس مملوكا له ولو طاهرا. بيرد على حتة الطاهر دي، كان حقه الطاهر مملوكا له، لأنه ممكن يبقى شيء طاهر وغير مملوك ليه. قول ولا يصح بيع عين نجسة أي سواء كان تطهيرا بالاستحالة كالخمر، يعني ما ينفعش ابيع الخمر لان هي عين نجسه واقول ما هي هتقول الى الخل فتطهر، ما ينفعش. وان كان امكن تطهيرها بالاستحاله الى الخمر، الاستحاله هي التحول مش الاستحاله من المستحيل عند المناطقه، لا الاستحاله هنا بمعنى التحول الى الخمر. وجلد الميتة ما ينفعش ابيع جلد الميتة لانه يكبر بالدباغ، فلما بيبقى لسه جلد ميتة هو نجس ما ينفعش ابيعه وهو نجس، لكن ابيعه بعد ما يكبر عشان يبقى طاهر. سواء امكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة ام لا كالسرجين والكلب. السرجين اللي هو ايه؟ روث البهائم والطيور وزرق الطيور، ده يسموه السرجين، ده نجس عند الشافعية وطاهر عند المالكية ان كان مأكول اللحم. هذا السرجين اللي هو نجس عند الشافعية نجس عين لا وسيلة لطهارته أصلا فلا يصح بيعه. والكلب، الكلب اللي هو نجس العين طاهر عند الملكية، طاهر عند الملكية ولا يجوز بيعه برضه لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، يعني عند الملكية الكلب طاهر وبرضه لا يجوز بيعه بالرغم إن الكلب طاهر عند الملكية. ليه؟ لأن النبي نهى عن ثمن الكلب وإيه ومهر البغي وعربون الكائن، ثلاث حاجات نهى عنها حديث البخاري مش كده برضه؟ يبقى ايه؟ يبقى الواحد ياخد باله من الحاجات. لكن الكلب عند الشافعيه والخنزير نجس العين كله نجس، شعره وروعه وريقه وعرقه كله نجس على بعضه،
ولو معلما ولو الكلب معلم برضه لا يصح بيعه. ويجوز نقل اليد عن النبي، يعني نقل اليد او رفع الاختصاص يسميه. عايز كلب معلم يحرسني او يصطاد لي ولا يجوز بيع ولا شراء، واعمل ايه؟ اجيبه برفع الاختصاص مقابل رفع اختصاص مش عقد بيع. واضح؟ يعني اروح للمحل اللي عنده الكلب اللي معلم ده واقول له تديني الكلب ده انتفع ليه بكام؟ انتفع بيه. واضح؟ يبقى نقل اليد، مش تديني الكلب ده اشتريه بكام؟ اتملكه بكام؟ لا، مفيش ملك فيه. واضح؟ ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه ان يقول المستحق له اسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الاخر قبلت. وقول ولا متنجسه اي لا يمكن تطهيرها اخذا مما بعد. وقولك خمر اي ولو محترم، في خمر محترمه؟ خمر يملكها ذمي له عهد في بلاد المسلمين، يعني النصارى في بلاد المسلمين ممكن يبقوا اهل ذمه بينهم وبيننا وبينهم عهد، وهم بيتاجروا في الخمر، والخمر عندهم ايه؟ مال متقوم، يبقى عندهم مال محترم. واضح؟ فيسموها ايه؟ خمر محترم. فلا يجوز ان انا اشتري الخمر المحترمه دي. الدواء المتنجس شراؤه مش للتملك، الثمن اللي فيه مش شراء، ده مقابل رفع اختصاص. ده عند الشافعي وعند الاحناف يجوز، لانه صنع لا لكونه خمر لا للتداوي، ما صنعش على انه خمر فيجوز. حتى لو كانت اي خمر عاديه مش رفع اليد، بس انا مالكش دعوه. ولو محترمة يعني يملكها ذمي في بلاد المسلمين، فهي مال متقوم عنده كخنزير وخمر، هي ليست مال عند المسلمين. يعني لو قتلت خنزير لمسيحي ادفع له ثمن، ولو قتلت خنزير لمسلم ولا ليه ثمن عنده، القاضي ما يقوليش هيدفع له حاجه. لو اردت دين خمر لمسيحي، دين خمر يعني يسموه برميل خمر، واخد بالك ازاي؟ لمسيحي تدفع له، القاضي يحكم لك انك تدفع له ثمن وانت مسلم. طب لو دن الخمر ده عند مسلم سكير ملوش حاجه، ملوش حاجه، والقاضي يقول لك ما تدفعلوش حاجه لان الخمر عند المسلم غير محترم، نبي فلا تتملك ولا ينتفع بها وهي حرام. واضح؟ الخمر بيطلع فيه قلب ايضا، يعني خمر محترم ايه؟ يعني يجعل الخمر قلب بعد، يعني على ايه؟ يشتري لا ما يشتريهاش وهي خمر، يشتريها لما تتخلف يجيبها وهي خمر. هذا لا يا سيدي، وهو طول ما هو خمر كده يفضل غير محترم الا ان يكون مالكه واحد ثاني. فلا يجوز للمسلم ان يشتري الخمر اصلا وهي خمر، لكن ينتظر لما تتخلل ويشتريها خمر. واضح؟ وقولك خمر اي ولو محترمه، وهذا مثال للعين النجسه. وقول ودهن متنجس اي كالزيت والشيرج، يعني زيت برميل زيت وقع فيه فار مات يبقى تنجس، مش كده برضه؟ يبقى ما ينفعش ابيع انا الزيت المتنجس ده، ما هو ملوش حل، ما اعرفش اطهره ده. طب وقعت الفاره دي السم متجمده زي ما الرسول قال استغفرت ان كانت جامده فايه فارفعها وما حولها، وان كانت مائعه فارقها كلها. الرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم. ودهن المتنجس اي كالزيت والشيرج، وقول ونحو اي كالخل واللبن والعسل، كل ده خل لبن عسل اي مائع تنجس خلاص. وهذا مثال للمتنجسه، ففيه من مع ما قبل لف ونشر مرتب، شرحناها دي اللف والنشر المرتب. قول مما لا يمكن تطهيره اي من المائعات، فان القاعده انه اذا تنجس مائع تعذر تطهيره، فالزيت المتنجس لا يمكن تطهيره في الاصح، خلافا لمن قال بانه يمكن تطهيره، فانه لو امكن لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه السم، فيما رواه ابن حبان انه صلى الله عليه وسلم قال في الفاره تموت في السم، فان كان جامدا فالقوها وما حولها، وان كان مائعا فاريقوه. واما ما يمكن تطهيره ففيه تفصيل، فان امكن تطهيره بالغسل ولم تستر النجاسه جزءا منه صح بيعه. حاجة ممكن أطهرها بالغسل،
والنجاسة مستترة جزء منه بحيث تمنع وصول الماء الى ما تنجس، يبقى ممكن ان انا ابيعه طالما ايه يطهر بالغسل. واما ما يمكن تطهيره ففيه تفصيل، فان امكن تطهيره بالغسل ولم تستر النجاسة جزء منه صح بيعه، وان امكن تطهيره بغير الغسل كالمكاثرة في الماء القليل لم يصح. ماء متنجس قليل اقل من قلتين اللي هي 196 لتر ومتنجس لا يجوز بيعه، مع انه ممكن تطهيره بالمكاثرة ان انا ازوده مية لما اخليه فوق القلتين ويقف. قال لك لا، وهو في حاله كده ما ينفعش تبيعه. واضح؟ قول: ولا بيع ما لا منفعة فيه. قيل منه الدخان المعروف لانه لا منفعة فيه، بل يحرم استعماله لانه فيه ضرر كبير وهذا ضعيف. الحرمه كانت في عصر الشيخ البيجوري ضعيفه، الكراهه هي اللي كانت راجحه في الدخان لان لم يثبت ضرر، كان الضرر متوهم، فقالوا انه مكروه لانه يتوهم الضرر. فلما مرت العصور وصار الضرر متيقن صار حرام، فعشان كده ضرر يتاثر بحرمته بعد كده. واضح؟ هو الشيخ البيجوري الشيخ التوحيد قال انها حرام لان ظهر له انه حرام من الاطباء قالوا له كده. وهنا قال لو ثبت الضرر يحرم برضه، يعني بره ذمته الرأس. لانه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لان فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف. وكذا القول بانه مباح، لان العلماء اول ما ظهر الدخان افتكروا نبات طاهر هنحرمه ليه وغير سام، يبقى خلاص على الاصل ان الاصل في الاشياء اللي باحت، واللي بيعرض عليها السمنية يحرمها، الاستقرار يحرمه، النجاسة تحرمها، واخد بالك؟ النص عليها يحرمها، دي لا منصوص عليها ولا هي سامة ولا هي نجسة، يبقى دي محرمها. فأول ما ظهر الدخان أبحوه، ابتدوا يستعملوه لقوا إنه بيعمل ريحة وحشة ولون وحش في الأسنان، قال أنا مكروه بس، استعملوه أكثر ومرت السنين لقوا إنه بيعيوا وبيكفوا ونفسهم بيروح منهم وبعضهم يموت، قال لك يبقى حرام. عشان كده مر التدخين بعدة مراحل. أول ما ظهر كانت العلماء تشربه، قعدوا كده 50 سنة العلماء تشرب الدخان ويحطوا القار، وبعدين لما ثبت إن هو بيعمل ريحة وحشة كرهوه، وبعدهم كان يستعمل المكروه، وبعد كده لما ثبت ضرره بعد 100 سنة حرموه خلاص وانتهت القضية يعني. واضح؟ وكذا القول بأنه مباح ده برضه ضعيف، والمعتمد أنه مكروه ده أيامه، بل قد يعتريه الوجوب كما إذا لم يعلم الضرر بتركه، كما إذا كان يعلم الضرر بتركه، وحينئذ فبيعه صحيح. لو هو يعني إيه وصفه للعلاج، لو وصف للعلاج يبقى في الحالة دي واجب، واخد بالك؟ إذا كان في منفعة متيقنة، لكن هذه الصورة مش موجودة، ده تفكير عقلي لا وجود له في الواقع. وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاج لنفقة عياله. بيشتري الدخان ويسيب عياله جعانين، كده حرام. طب بيشتريه وثبت الضرر، يبقى برضه حرام. وهو معاه فلوس كتير، برضه حرام. أو تيقن ضرر زي العصر بتاعنا. قولك عقرب يشمل الذكر والأنثى، ويقال للذكر عقربان وللأنثى عقربة، ومما ينفع للأدغتها شرب ماء الرجلة، وكذا ورق الخبيزي إذا دق ولث بزيت ومدح به اللدغة أبرأها، وكذا وضع زبل حمام طري على محلها. اشتغل دكتور بقى الشيخ البيجوري في وسط الكلام ده. كان زمان العلماء يعني طيبين حلوين، كان يعني عندهم معلومات كثيرة، فيجي يصير في حاجة يقولها ما يجراش حاجة، جزاه الله خير. قول: ونمل، أي ودود وبق وقمل وبرغوث وخنفساء، كل ده لا يصح بيعه. ويقال خنفسة، ومنه الجعلان المعروف بالزعقوق، وهو يحيى بالريح الخبيث. عارف انت السفطار الغيثي اللي نسميه احنا السفطار الغيثي، يقعد يصوت طول الليل، هو ده الزعقوق ده. هتقول لي زعق. ويموت بالريح الطيب. قول: وسبع لا ينفع، اي كاسد وذئب ونمر، اما الذي ينفع كالفهد للصيد والفيل للقتال والهره للفاره والقرد للحراسه فيصح بيعه. وكذا الطاووس للانس للون للزينة يعني، والنحل للعسل، والدود لامتصاص الدم او للقذف، كل ده يجوز بيعه لان له فائده. واضح؟
ونقف على فصل في الربا ان شاء الله يوم الخميس القادم. اطلنا عليكم واخرنا صلاه العشاء، وان كان سنه من السنن تاخير صلاه العشاء، فاحنا عملناها النهارده يوم الخميس بس. ما نقولش بقى يا استاذ سبحانك اللهم وبحمدك، فيها باين انه يسال على البورصه، البورصه اللي عايز يسال عليها يروح دار الافتاء، عملوا عليها دراسه كبيره فتروح هناك يشرحوها. انا ما اعرفهاش لان انا مشغول طول النهار في العمليات بتاع الميه، رايك في الجراحه الفلانيه ولا كم.